أبدا رغبتهم أن نكبر نحن وإياهم أن نسهر قرب وسائدهم وبدفء يدينا نرعاهم أن نهرع يوما نخبرهم من الأمل جئناكم ومن فرحة اللقاء استقبلنا الزمان كي نكون معكم ومن بين حكاياكم إنه التفاؤل في تحسين أوضاع المصابين بالسرطان وإنقاذ أرواحهم لذا سنكون معكم في البرنامج الرمضاني لن ننساهم والذي سيكون جسر الخير ومحبة بيننا وبينكم وبين مرضى السرطان آملين أن نتوفق بنقل صورة حقيقية عن الواقع والتخفيف من المعاناة رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. القدر أن ترضى بما يحدث لك بين ميزاني الحياة الحب والكره وبين عموديها الأمل والألم والرضا أن تستشعر حلاوة ذلك في كل وقت وفي اللحظات الفارقة في حياة مرضى السرطان في اليمن يختلف كل شيء فالنعم التي قد لا نشعر بقيمتها تساوي عندهم الدنيا بما فيها من هنا كان لابد من أمل يرسم البسمة ويعين على الشفاء بعد إرادة الله لابد من قلوب تساعد كل هؤلاء لابد من بارقة ضوء تتحدى السرطان بأعجوبة نصنعها نحن لذا كانت المؤسسة الوطنية لمكافحة مرضى السرطان حلم وأمنية قضاء وقدر ألم وأمل كلها تتجاوز لتعانق عنان السماء بإصرار واضح من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان على تجاوز كل الصعوبات والعقبات لمكافحة هذا المرض وإنقاذ المرضى قصص سنتعرف عليها في حلقات متتالية كي ننقل لكم الواقع كما رأيناه حملت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان على عاتقها خدمة ورعاية مرضى السرطان ومواجهة هذا الداء الخبيث في كل ربوع اليمن منذ العام 2003 للميلاد بالرغم من الوضع الإنساني الصعب أداء الرسالة السامية من أجل كل هؤلاء المرضى كانت الهدف الأسمى لتجاوز كل العقبات بمساعي أهل الخير والمحبة والعطاء لتقديم أنموذج خاص بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية ممزوجة ببذور الخير والرحمة لتنقذ روح من وجع محقق مرض السرطان في اليمن منتشر بنسبة 5 أضعاف ما هو عليه في بقية الدول المجاورة وذلك بسبب انتشار السموم البلد بحاجة ماسة لبناء مراكز متكاملة للعلاج المتكامل الكيماوي والإشعاعي في المدن الرئيسية دعني أنام بين يدي رحمتك أتقلب بين خطوط كفيك بدلاً من هذه الأسرة المتعبة هدهد مراجيح أحلامي العاشقة للأمل فبإنقاذك حياتي أنت وطن لي يغسله شعاع الخير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان هي مؤسسة مجتمع مدني تأسست في 2003 كان الهدف منها هي أن تكون إطار جامع للجهود الشعبية لمؤازرة الجهود الحكومية لمواجهة هذا المرض ففي كل دول العالم يحتاج جهود تحتاج جهود مكافحة السرطان إلى جهد يرفد جهد الدولة لأن مرض السرطان مرض مكلف وتبعاته متشعبة ويحتاج إلى جهد المجتمع لمعالجة آثاره وتبعاته سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فكرة الخير لتأطير الجهد الشعبي لمكافحة السرطان والوقوف مع مرضاه جاءت لتقديم خدمات عديدة فالإصرار يغلب الانكسار وتوحيد الجهود تساعد في مسح دمعة تخفيف ألم بث أمل وإنقاذ روح نحن في المؤسسة نقدم الكثير من الخدمات لكن سأختصر المسألة بثلاث مسارات المسار الأول نحن نقدم للجمهور العام التوعية والكشف المبكر
عبر مراكز الكشف المبكر الذي هي مراكز الحياة، متوفر الآن لدينا مركز في صنعاء ومركز آخر في إب، ومركز ثالث سيكون في عدن إن شاء الله. يعني هي الآن عيادة كشف مبكر سيكون مركز إن شاء الله مع نهاية هذا العام، وسنفتتح أيضا وحدة الكشف المبكر في الحديدة ومركز في تعز قريبا. هذا المسار الأول، مسار الوقاية والكشف المبكر، وهو للجمهور العام ونقدم الخدمات مجانا. المسار الثاني هو مسار الخدمات التشخيصية والعلاجية، وهذه للمرضى، وقد استفاد من الخدمات في العام المنصرم 2019 16,080 في كل فروع المؤسسة في صنعاء وعدن وتعز وإب والحديدة. في إطار هذا المسار، مسار الخدمات التشخيصية والعلاجية، نقدم الأدوية المتوفرة مجانا وخدمات التشخيص سي تي سكان وام ار اي وايضا الفحوصات. نحن لدينا مشروع كبير ومهم جدا، هو مشروع مركز الأمل صنعاء. هذا المشروع سيقدم الخدمات التشخيص، سيقدم خدمات التشخيص وسيقدم ايضا العمليات الجراحية، ممكن يعني في المرحلة الاولى تكون لجراحة الثدي، لأن سرطان الثدي منتشر كثير يعني نظرا لإصابة النساء، وأيضا النساء كما هو معلوم يعني من أكثر الشرائح فقرا في اليمن. وسيكون أيضا إلى جانب موضوع العمليات لدينا 10 أسرة عناية مركزة و60 سرير رقود في نفس المركز. المسار الثالث وهو مهم جدا وهو الرعاية الاجتماعية. نحن نقدم للمرضى، لدينا سكن خيري مجاني في صنعاء للذين يفدون من المحافظات البعيدة والقرى النائية، لأن مريض السرطان قد يحتاج للبقاء في صنعاء لتلقي العلاج إلى مدة طويلة قد تصل إلى سنة. نقدم في الدار الإيواء والتغذية وكل الإعاشة يعني، إضافة إلى نوزع أيضا السلات الغذائية خاصة مع الوضع الحالي وتضرر الأسر ومرضى سرطان أكثر تضررا. نساعدهم أيضا في تكاليف التنقلات والمواصلات. لدينا برامج دعم نفسي، توزيع كسوة العيد، هدايا العيد للأطفال، رعاية اجتماعية. أيضا نحاول نساعد أيضا الأسر عندما تكون أسرة مصابة بالسرطان، نعينها في تعليم الأبناء، في تعليم أبناء المصاب، رعاية الناجيات. نحن أيضا نفكر أيضا حتى في تمكين المصابات اقتصاديا. بالنسبة للخدمات الاجتماعية أيضا نحن حقيقة مركزين جدا على هذا الجانب، لأنه جانب يكاد يكون منسي وهو جانب مهم، ويعني التفكير أنه يوسع هذا الجانب بمركز تدريب وتأهيل للنساء في المؤسسة، إضافة إلى مساحة صديقة للأطفال. ولدينا مشاريع لتمكين المتعافيات اقتصاديا، وأيضا مساعدة رب الأسرة إذا كان من المتعافين أو ممن حالتهم مستقرة اقتصاديا ليتمكن من إعالة أسرته. هذه إن شاء الله يعني مشاريع تحقق خلال هذا العام. ورغم كل هذه الخدمات وغيرها، إلا أن الإمكانيات المتاحة لا تزال بحاجة الكثير من الجهود المجتمعية لتفعيلها. ومن رحم المعاناة هنالك دائما بشارات خير بولادة أمل لا يمكن أن تمحى أبدا. القاتل الثاني للإنسان بعد أمراض القلب والشرايين، السرطان يشكل مشكلة صحية عالمية نظرا التكاليف الباهظة للتشخيص والعلاج والمكافحة. المركز الوطني لعلاج الأورام وفروعه في المحافظات يعتبر المكافح الرئيسي للسرطان في اليمن، وأيضا المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تلعب دورا رئيسا في مكافحة السرطان في اليمن. أن مكافحة السرطان لا تتم حتى في أغنى الدول عبر الدول فقط، ولكن المجتمع يشارك حتى في أغنى الدول في مكافحة السرطان، وبالتالي نحن بحاجة ماسة إلى المشاركة المجتمعية في مكافحة السرطان في شراء أجهزة ومعدات، وأيضا في دعم
المنظمات والمؤسسات الداعمة لمكافحة السرطان. أدوية مرض السرطان مكلفة جدا. سأعطيكم مثال، مثلا في علاج لمرضى سرطان الدم. مرضى سرطان الدم يعني هو مثال واضح، ربما يكون مريض سرطان الدم في المرحلة الأولى يتناول علاج، يعني قد يكفيه العلاج الهندي، هذا ربما يكون ب 12,000، ثم ما يلبث يعني أن تزداد الحالة. ولدينا يعني في اليمن ملاحظ أنه حالات مرضى سرطان الدم تتطور سريعا، وهذه تحتاج إلى دراسة. طبعا عندما يتطور يحتاج إلى دواء أرفع، هو دواء الأميتنيب السويسري، وهذا تقريبا تصل تكلفته إلى 240,000. ثم يحتاج إلى دواء أرفع وهو دواء التزينة، هذا قيمته تقريبا 430,000. الآن في دواء أكثر أيضا، بعض المرضى تقريبا عددهم الآن وصل إلى 20 يستخدموا علاج سبيرسل. هذا العلاج يعني بعد التخفيض يصل ربما إلى 600-700,000 شهريا. فالأدوية مكلفة جدا، والشركات حقيقة هي يعني بالذات شركات أدوية سرطان الدم هي تتعامل مع الدول بحسب مداخلها السنوية. فتجد مثلا العلاج الذي أنا أتكلم عنه الآن غالي، هو يعتبر في اليمن رخيص، لأنه في الدول المجاورة مثلا في دول الخليج هذا يكلف يعني حوالي إلى 2,000 دولار ربما أكثر. نحن حقيقة تواصلنا مع بعض الشركات، وضحنا لهم أن اليمن تمر بحالة استثنائية، طلبنا منهم أن يقدموا لنا هذا الدواء بسعر يعني خيري، إعانة منهم للمجتمع اليمني وللمرضى اليمنيين خلال هذه الظروف. كانت هنالك شركة سويسرية استجابت، قدمت لنا في العام الماضي دفعة من علاج مرضى سرطان الدم بتكلفة ربما تقل حتى عن 20%. الآن يعني لدينا مسعى آخر، كنا نبحث عن مول، وجد المول، وإن شاء الله يعني تأتي دفعة من 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 علاج مرضى سرطان الدم. بقية العلاجات أيضا هي مكلفة ويعني وكبيرة جدا، والمريض حقيقة يقف حائر خلال هالظروف بين يعني احتياجات أسرته بالإضافة إلى احتياجات الدواء الغالي. وهذا ما يجعلنا يعني نناشد دائما أنه مرضى السرطان يحتاجون إلى جهود الدولة ويحتاجون إلى جهود المجتمع، فلأن التكلفة كبيرة والاحتياج كبير ويحتاج إلى تكاتف الجميع. رغم كل الصعوبات والإشكاليات التي تمر بها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وتحديداً في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد، إلا أنها لن تتوقف عن تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدماتها لهم. احتياجات كثيرة سنتعرف عليها في الحلقات التي سنشاهدها طوال شهر رمضان المبارك، وكيف تم توفير كل المستلزمات. السرطان حرب صامتة، ضحاياها لا يملكون سوى الانتظار، كسرة خبز، جرعة دواء، وأحياناً مركز إيواء، أغلب ما يحتاجون إليه. المؤسسة استطاعت أن تصمد خلال هذه الفترة العصيبة وتتحمل هذه المبالغ والتكلفة الكبيرة، نحن نعد نجاح كبير. فيعني في مثل هذا الوضع الاستثنائي لا تستطيع مؤسسة قائمة على تبرعات الخيرين أن تقدم وأن تواجه كل هذه المعوقات. نحن لدينا كما ذكرت لكم 5 فروع، صنعاء وعدن وتعز وإب والعديدة، وكل فرع يحتاج إلى تكلفة بمئات الملايين لتغطية يعني جزء بسيط من احتياج المرضى. في ظل انعدام أو شحة كبيرة في قضية التبرعات والإمكانات، كثير من التجار أو أهل الخير الذي كانوا يرفضون المؤسسة ويدعمونها تعرضوا لهزة كبيرة بسبب الوضع، لكن حقيقة لا زال كثير منهم واقفا بجوار المؤسسة. قضية المنظمات الدولية هي تعتبر السرطان خارج أجندتها، هم يعلمون جيدا أنه أدوية مرضى السرطان وتكاليف مرضى السرطان مكلفة. يقولون دائما أنهم يركزون خلال هذه الفترة على الأشياء الطارئة وعلى ما تخلفه النزاعات والحروب وعلى النزوح.
هذا يجعلنا يعني لا نتلقى يعني إلا يعني الدعم يدعم يسير جدا أو لا يكاد يذكر من المنظمات المانحة. اعتمادنا كبير على المتبرعين المحليين، على البيوت التجارية والشركات وأيضا الحملات التي تقيمها المؤسسة. فأن توفر المؤسسة هذه الإمكانات لمرضى السرطان خلال فترة صعبة جدا تمر بها بلادنا، نحن نعتبر أن لا يعني أن ما حققناه يعتبر نجاح كبير. حظيت أنشطة المؤسسة وبرامجها بدعم الخيرين من أبناء الوطن لتصبح معركة سرطان مع الجميع لا مع مصابيه فقط. هناك ترتسم البسمة على قلوبهم قبل شفاههم، أبواب للأمل فتحت بعد أن كانت موصدة. قد أوصلنا المجتمع إلى قضية يعني أوصلنا قضية السرطان إلى قضية رأي عام. يعني أنا أزعم أنه قبل إنشاء المؤسسة في 2003 كان الناس ربما يتعاطفون مع مثلا قضية الأيتام، مع قضية بناء المساجد، مع أي قضية يعني أخرى، لكن لم يكن في المجتمع اليمني من يتعاطف مع مرض السرطان أو يعرف بمأساته أو يعرف بحقيقة هذه الإشكالية. نعم، نعتبر أن المؤسسة نجحت من خلال إعلامها، من خلال حملاتها في إيصال قضية مرض السرطان إلى قضية رأي عام. ويعني نعتقد أنه عندما يعي المجتمع فليس بالضرورة أن يساعد مريض السرطان عبر المؤسسة. يعني عندما يكون هناك مريض وتلتف حوله أسرته أو يلتف حوله مجتمعه ويعالج، نحن عارفين أنه المؤسسة أحيانا هناك مناطق بعيدة في المهرة في السقطرة قد لا تصل لها جهودنا، لكن إذا أوصلنا الفكرة أنه مريض السرطان هذا مريض يحتاج إلى من يقف معه، دواه غالي، يحتاج إلى من يقف معه صحيا ونفسيا ويسانده، وأنه شفاؤه ممكن، أعتقد لو وصلت هذه الفكرة ونعتقد نحن قد أوصلناها بشكل كبير سنساهم كثيرا في مساعدة مرضى السرطان وإن كانت في بأطر خارج المؤسسة. مريض السرطان يحتاج لكل الناس، وهنا في فروع المؤسسة بمختلف المحافظات كانت لنا زيارات إليها وحكايات أصبحت تعني لنا الكثير، سنتعرف عليها يومياً كي لا ننساهم. ولكي تشرق الشمس من جديد ندرك بأن بقاءنا معاً هو البداية، واستمرارنا لأجلهم هو التميز في التحدي والنجاح. إذن كانت هذه لمحة سريعة في أولى حلقة من حلقات برنامجنا لن ننساهم، والذي سلطنا فيه الضوء على المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وما تقوم به والصعوبات التي تواجهها. وسنعرض لكم في حلقاتنا القادمة قصص كثيرة عن مصابي السرطان وكيف تكون حياتهم. إلى ذلك الوقت نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. لن ننسى أبدا رغبتهم أن نكبر نحن وإياهم، أن نسهر قرب وسائدهم وبدفء يدينا نرعاهم، أن نهرع يوم